أزهر شام علم شمس النور صوت الحق الصارخ نور يعلو نور. اليوم برضو بدنا نستكمل المحاضرة السابقة وندخل في نصائح للمعلم العصري مع زميلتكو نور الكتري. تفضلي يا نور. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في المحاضرة السابقة تكلمنا عن الصف التشاركي، خصائص الصف التشاركي، وأدوار المعلم في الصف التشاركي، أدوار الطالب في الصف التشاركي. المحاضرة محاضرة اليوم إن شاء الله حنتكلم عن النصائح للمعلم العصري في كيفية التعامل مع الطلبة. أول إشي النصائح متعلقة في إعداد الدرس. لازم المعلم يعد خطة للدرس عبارة عن تصور مسبق للدرس أو أفكار فكرة شاملة عن الدرس، وكمان لازم يحدد الوسيلة اللي سوف يستخدمها في أثناء الدرس، ويحدد خطة بديلة في حال انه صار اشي جديد، معلومة جديدة لازم يحدد لها خطة بديلة. ولازم المعلم يشرح الدرس من خلال ربطه بالخبرات السابقة للمتعلم، وكمان يعطيه فكرة عن الموضوعات الجديدة اللي هو حيتكلم فيها في المستقبل. احكي يا بني. كمان ما ننساش انه المعلم لازم يتنبأ بالصعوبات اللي حيواجهها في اثناء التعلم، هل الطلاب حيفهموا او لا، زي هيك. في حدا عنده اي تعليق او شيء؟ تفضل. لما نقول انه اللي هو اعداد المدرس لي خطة الدرس بتشمل كل صغيرة وكبيرة في القاعة، يعني كل حاجة، الادوات، شو بدي يشرح، في اي جزئية بس بدي خلي الطلاب يجاوبوا، في كل حاجة، حتى الواجب الحضور والغياب لما بدي اخذه، لانه كل دقيقة في المحاضرة هو مسؤول عنها. ضياع اي فرصة انه يعطي الطلاب معلومات هذا بنجم عن مدرس فشل في التخطيط، فلازم يحاول يستغل كل هذه الشغلات ويعني يعطي لكل جزء من الدرس وقته، يعني يعطي كل حاجة حقها. ما مثلا وقت عرض مثلا باوربوينت او شيء ما ياخذ وقت كل الحصه، لا يكون حطت له جزء معين، يعني كل شغله يكون لها وقتها. احنا حكينا سابقا انه اعداد الدرس لا يبدا الدرس بمجرد دخول المعلم الصف، انما اعداد الدرس هو يعني عندما يفكر المعلم انه يعني عنده درس وسوف يقوم المعلم بتحضيره للطلاب، وهذا يكون يعني خارج في الدرس، حتى خارج المدرسه اصلا. فعندما يقوم المعلم يعني يبدأ يفكر حتى قبل أن يمسك القلم ويكتب على ورقة، بس مجرد تصورات ذهنية في عقله. لازم أول إشي يعمل خطة، النقاط هي يضع تصور مسبق إيش راح يصير في غرفة الصف، يحدد الوسائل ممكن يستخدمها. كمان الخطة اللي بيضعها مش لازم يعني يمشي عليها خطوة بخطوة، ممكن يصير إشي جديد غير متوقع، فيجب على المعلم أن يكون يعني في نصيحة أن يكون عنده مرونة، إذا واجهته أي مشكلة يجيب لها حل بديل. كمان لازم عليه أنه يربط الخبرات السابقة بالخبرات اللاحقة، مش أول ما يفوت غرفة الصف أو عند إعداد الصف مثلا يبدأ بدرس معين قبل أن يربطه، يعني مثلا نقول في مادة الأحياء مثلا يبدأ بأجزاء الخلية أو إشي قبل أنه يذكر للطالب إيش تعريف الخلية وإيش مكوناتها وزي هيك، عشان يعني بصير تسلسل منطقي عند الطالب، بيقدر يعني الطالب يرتب معلوماته. شكرا. أول شغلة لما نطلع احنا بنقول أنه بدنا نعطي نصائح للمعلم العصري في كيفية إيش التعامل مع الطلبة. كيف بده يتعامل مع الطلبة؟ أول شغلة إعداد الدرس. كلمة إعداد إيش بتعني لي؟ تخطيط. إذا أنا بدي يكون عندي شيء مسبق أن هناك في درس، ويجب أن أعد لهذا الدرس بطريقة فنية ودقيقة،
ومتقنة بالضبط أكيوريت. ليش؟ لأنه أنا بعرف إنه عندي وقت محدد محدود معروف، وعندي مهارات، وطالما إن أنا بعمل خطة مسبقة عارف أنا إيش بدي أدرس. الخطة هذه مش خطة بس يومية، الخطة مرتبطة بخطة أسبوعية وبخطة شهرية وبخطة سنوية. إذن كل شيء محسوب. بدي أعرف من هم الطلاب، شو هم الطلاب، من هم الطلاب، شو هم الطلاب، إيش محتاجين الطلاب، إيش بدهم يتعلموا، إيش الدرس محتاج، إيش الأجهزة اللي لازم، الأجهزة والوسائل اللي أنا بدي أستخدمها، بدي أعمل درس كامل متكامل. أيضا في عندي يجب أن يكون فيه مرونة، بخاف من أي طارئ داخل الحصة، فيكون عندي خطة بديلة. أها، في عندي خطة بديلة. هذه قضايا ضروري إعدادها. أيضا بتوقع إنه أنا معلم صاحب خبرة، بدي أشوف الصعوبات اللي راح تواجه الطلاب من هذا الدرس، أيضا بدي أتوقع كيف أنا بدي أحلها. هذه شغلات أساسية. أي شغلة، إحنا قلنا المعلم داخل الصف بده يكون قائد، بيفهم كل صغيرة وكبيرة، فهو صار عنده خبرة شو بده يكون في الدرس، إيش بده يتوقع، إيش بده يكون في هذا الدرس. ايضا بعرف كيف بده يكون، انه بدي اخذ خبرات الطلاب. اها، اذا اللي هي بنسميه دائما الخبرات السابقه لدى الطالب اللي انا بدي ابني عليها خبرات جديده، بدي اعرف كيف بدي اقيم الدرس. اذا عندي هذا الوقت المتاح داخل الصف بده يكون عندي موزعه بطريقه صحيحه، وهناك أن تكون هذه الخطة أيضا مرنة. Very good. تمام؟ Okay. الحين نشوف النصائح للمعلم في مواجهة الفصل لأول مرة. في معلمين بدخلوا على الفصل لأول مرة، بيحكوا اسمهم، بيصيروا يحكوا تفاصيل لحياتهم، هل هم متزوجين، كم ولد عندهم، وزي هيك، وبعدين بيصيروا يتعرفوا على الطلبة. إذا شافوا طالب هو بيقرب لهم أو هم بيعرفوا جارهم إشي زي هيك، بيصيروا يعطوا اهتمام زائد إله، وبيصيروا يسألوه عن عائلته، عن أسرته، حاجات شخصية. وممكن كمان انه يعطوه اهتمام زائد، مثلا الطالب اللي بيعرفه يعينوه عارف للصف وهيك. وفي معلمين بصيروا يكثروا من كلمة انا 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 بطريقة ديكتاتورية، بصيروا يحكوا عن حالهم، يعني بيمدحوا في حالهم، انا عملت كذا وسو هيك. هذا لازم المعلم ما يكثرش من هذا الاسلوب. مين عنده؟ تفضلي. لما يكون المعلم يدخل الفصل لأول مرة أكيد بده يعطي اللي هو يقدم نفسه باختصار وإجازة، عشان الطلبة اللي قدامه يكونوا عارفين مين اللي هو المعلم اللي عندهم. كمان إنه يحفظ أسماء الطلبة، لأنه لما الدكتور أو المعلم يحفظ اسم الطالب بيعطي دافعية للطالب إنه أنا الدكتور حفظ اسمي، إنه لازم أكون متفاعل معه أكثر أو إشي زي هيك. كمان بقول لك إنه يظهر أن فكاهة يحبب الفصل، انه يبعد عن الملل والروتين، انه طول المحاضرة انه شرح وهيك، فلازم انه ندخل الفكاهة. انه اعضاء التدريس احيانا المعلم بياخد نظرة او ملاحظة عن طالب، مش لازم تكون هذه الملاحظة دايما في نفس الفصول، ممكن يكون الطالب عنده قابلية لمعلم ما عندوش قابلية معلم اخر، فيعني انه ما ياخدش تقارير من الاساتذة الاخرين، ما يتحدثش بتهكم عن طلبة الصف ككل، لأنه مش إن هو مش طالب سيء إنه يخرب الفصل كله. لا يقدم نفسه بثقة زائدة، إنه يكون متواضع عشان يكون أقرب للطلاب ويحبب نفسه للطلاب. لا توجه اهتماما خاصا بطالب معين، لأنه هذا بيعمل ملل عند الطلاب، فبصيروا يكرهوا الفصل ويكرهوا المحاضرة. سوري. اوكي، مين بدها تحكي كمان؟ مين عنده اي مداخله؟ تفضلي.
بداية أول ما يدخل المعلم بغرفة الصف لازم زي ما قلنا يفرض وقاره الشخصي يعني من أول دخوله، لأنه المعلم يعني بيعرف مكانته أنه معلم وزي هيك. أول إشي لما بدخل غرفة الصف لازم خلص يعني بقدم معلومة عن نفسه، اسمه، إيش مدرس المادة، أشياء زي هيك، مش لازم يدخل بتفاصيل يعني شخصية كتير. كمان زي ما قلنا حفظ الأسماء كمان له دور كبير. كمان زي ما قلنا انه ما ناخذش يعني في معلمين مثلا بكونش يعني مثلا كانوا الطلاب صف خامس طلعوا صف سادس، بدرس صف سادس مثلا بسأل معلمين صف خامس باخذ فكره عن مثلا طلاب او صف معين وبرسمها جوا مخي، يعني بقول الفيرست امبريشن تبعتهم. بدخل الصف انه هذا مثلا صف مشاغب او شيء، زي ما حكينا القصه اللي حكيناها، هذا الطالب اللي كانوا يقولوا عنه دائما مشاغب وزي هيك وقالوا للمعلم يعني وعي منه ومشاغب وبضربه بيعمل، فهي يعني هي لو اخذت الفكره تبعته كان اصلا ما وصلتش لهذا الطالب، بس هي خلص حطت في اعتقاد نفسه مش لازم تاخذ من كلام الاخرين. لازم المعلم اصلا يكون عنده تقييم ذاتي انه يعني قيم الصف هو بنفسه، مش لازم ياخذ من كلام الاخرين. كمان في معلمين بيحبوا كثير يعني التهكم والتمسخر على الطلاب، اخص اللي بكون عندهم درجات يعني علميه عاليه، بعتبر مثلا في دكاتره وبروفيسورات مثلا في الجامعه بعتبر نفسه بروفيسور او شيء، يعني ايش الطالب بالنسبه له. كثير بنسمع قصص مثلا حتى ممكن بدخل انا مثلا دكتور ما تقولي ليش لكلمه دكتور او شيء، حتى ممكن من المعيدين اللي بوظفهم جد بتصير قصص زي هيك، حتى يعني من اول مره الطلاب بيأكسوا عليها يعني سواء كان الدكتور او المعيد. كمان ما يحكيش زي ما قلنا او ما يكونش دكتاتوري من اول مثلا ما يفوت الصف، مثلا بدي يسالوا الطلاب او شيء، ساعة معلم بدي يتعرفوا على جديد، اسكت ما حدش يفتح تمه من هالاخر الفصل بديش اسمع نفس انا يعني بس زي هيك الاشياء. فهو مفروض يعني من اول دخوله يحبب الطلاب في نفسه، ويعني حتى في المدارس وفي الجامعات يمكن قصه مواجهه الفصل لاول مره كثير في من المعلمين والدكاتره كثير يعني بيخطئوا بهذه الاشياء، فبخلوا اصلا الطالب من اول نفسيته يعني من اول على الماده انسى بالضبط. اوكي بيعتبر اللقاء الأول بين المعلم وطلابه أهم لقاء، لأنه راح يترك انطباع في نفوس وعقول الطلاب، فبالتالي لازم المعلم يتوخى الحذر في اللقاء الأول بين طلابه. لازم أول إشي يكون فيه واضح بالتعليمات، تكون شخصيته جدية، ولكن في نفس الوقت ما يبعد روح الفكاهة والضحك عن الطلاب، يعني يحبب الطلاب فيه، لأنه الطلاب خلاص إذا كونوا فكرة أولى عن المعلم راح تستمر لطول الفصل. فبالتالي هنا دور المعلم انه يكون دبلوماسي حيث انه يكسب قلوب وعقول الطلاب، بحيث انه يقدم نفسه بطريقه يفرض احترامه على الطلاب بطريقه لائقه، ما يكونش ديكتاتوري في نفس الوقت انه يجي من اول لقاء يطلب من الطلاب انه التزموا هيك اعملوا هيك، لا، يحبب الطلاب فيه ويجذب الطلاب له في العمليه التدريسيه. في حدا بيحكي كمان؟ خلص حكت، اوكي حكوا. في حدا بده يضيف شيء جديد؟ اذا في شيء جديد بنقول. اول شغله لما نيجي نتكلم هذه نصائح، النصائح لمين بتعطى؟ اي معلم طبعا العصري، هو بنتكلم عن المعلم، لكن احنا نعتقد انه دائما ان المعلم الذي يعتبر نفسه انه قائد لا يحتاج الى هذه النصائح، هذه واحد. الشغله الثانيه، نعم اوكي ايوه، المعلم العصري لليوم. اليوم انا كل هذه النصائح هي اللي بيمتلكها هو المعلم القائد صراحة، اذا هو بيمتلكها احنا بندي النصائح هذول للمعلمين الاخرين. اليوم انا اذا بدي انا اكون معلم ناجح لازم اكون قائد، لازم انا اسلك هذه النصائح او يعني دائما اخذ بهذه النصائح. ليش؟ لانه احنا لو جينا نقول اول مره بدخل الصف مع الطلاب بالتاكيد لازم اتعرف على الطلاب واعرف الطلاب عني وعن تعليمات اللي انا بدي اكون فيها في اول يعني في 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 من خلال هذا الفصل او خلال هذه السنه. بعمل سيلابس معين، بقول لهم ايش بدنا ناخذ، ايش بدنا نتعلم، كيف بدنا نكون ملتزمين، كيف بدنا نتفاعل، كيف المشاركه، ايش طريقتي، ايش اسلوبي، وهكذا. ايضا من خلال التعارف بحاول اشوف
طلابي، مين الشاطر مين اللي مش شاطر، مين اللي الجروبات اللي بقعدوا مع بعض كذا، هذا كلها بتديني الفيدباك، بتديني فهم انه ايه كيف انا بدي اتعلم بدي اتعامل مع هدول الطلاب. هذا مهم جدا، فكره عامه. ايضا طبعا اتجنب انه اللي طبعا اللي بده يقعد يشرح عن نفسه، واللي يقعد يشرح عن حاله، واللي يشرح عن بيته وعن زوجته وعن اولاده وعن كذا، هذا انا بتصور جاي اوكي ما فيش مانع، بس خدهم على النادي، على نادي الكليه، على نادي الجامعه، على الكافتيريا، اقعد انت وياهم احكي زي ما بدك، بس داخل الصف معروف. احنا قلنا الاستاذ بدخل الدارس بسكر بينسى كل شيء برا الصف او له علاقه بالصف. احنا قلنا مهم انه يدير الوقت، اداره الوقت اللي هو 45 دقيقه او 40 دقيقه يديرها بطريقه صحيحه، بطريقه ليش؟ لانه احنا بنعرف اي دقيقة معناته تأجيل، اي دقيقة بتروح مني معناته تأجيل، معناته في عجز، معناته في تأخير، معناته في تسويف، وشغلات كثيرة في الاخر بحققش الاهداف، الهدف اللي انا حطيته. فلذلك اكون حريص على كل دقيقة، اعرف انه اذا مهم انه احكي عن نفسي بحكي، عارف داش تأثر على الدرس بحكي، اذا انا طبعا عن نفسي بحكي على التعليمات اللي انا بقوم فيها، الاشياء اللي مطلوبه من الطلاب يقوموا فيها. ايضا اذا بصير حديث بينه وبين الطلاب في اطار التعليم ضروري، ضروري جدا. ليش؟ لانه عشان انا افهم من هم الطلاب، يعني من طريقه حكي الطلاب بعرف هدول الطلاب، بعرف كيف اتعامل معهم. بصير عندي زي ما قلنا الامبريشن، طبعا الامبريشن هو التوقع. اوكي، ايش في عندي كمان؟ تفضلي. بعد هيك بيجي مرحله البدء في الدرس، زي ما سبق حكينا انه اهم وقت في الحصه بيكون اول ربع ساعه، اذا قدر المعلم يجذب انتباه الطلاب فانه هذا هيقدر يسيطر ويتحكم فيهم لنهايه الحصه. ففي عنا نصايح للدرس اللي يقوم بها المعلم. اول حاجه زي ما احنا عارفين انه الطلبه عندهم جدول دراسي، يعني هاي مش الحصه الوحيده اللي هيكون عند الطلبه، فدور المعلم يجب انه يكون واثق من نفسه وعدم ما يكونش فوضوي في بدايه الحصه. كمان ما يبداش مع الطلبه بالانتقاد او بيوجه ملاحظات يعني انتقاديه للطلاب، لانه هذا هينفرهم من الحصه. برضه نبره الصوت والانتونيشن كتير مهمة للمعلم، ما بيقدر يجذبهم مش بس بالصراخ وانه انتبهوا ويقعد يزعل عليهم، لا، برضو النبرة الواطية وقت لها دور فعال في جذبهم. كمان عندنا لازم يكون اون تايم المعلم، ما يتأخرش، لانه هذا هيدي سلوك للطلاب للمعلم وهيصير مستهترين في الحصة. عندنا كمان برضو اول ربع ساعة لازم نعمل زي وورم اب للطلاب، لانه هذا هيجذب انتباههم وهيخليهم دافعية وتحمس وتشويق للدرس. ايش ضل النام خلص. ولازم يكون واثق من نفسه وما يقعدش مثلا لو في قدم اخطاء او صار يعني غير التوقعات اللي هو حاططها انه يقدم اعذار للطلاب او يبرر، لانه هذا مش من دور الطلاب وهذا مش لازم الخطوه هاي تصير قدام الطلاب. اوكي، خلينا شويه نبعد عن التقليدي الان. هاي امامكم الاشياء، النصائح هذه موجوده، فبدي حدا من تجربته من اطلاعه من خلال تجربته إذا في المدرسة أو في الجامعة، كيف بيبدأ الأستاذ؟ كيف تاخذ الانطباع عن الأستاذ؟ كيف بتصير أنت كيف بتتصرف أو كيف تسلك مع هذا المدرس أو مع هذه الحصة من خلال من بداية المحاضرات أو من بداية أول حصة؟ ممكن نشوف. تفضلي. اول شيء لازم المعلم يصل على الحصه في الوقت المحدد، ما يصلش متاخر. بعد لا احنا بدناش النصائح، بدنا تجربه، بدنا هلا نبعد نشوف اجراك، بدناش نقعد نحكي في النصائح، انحكرت النصائح وبدنا نعيد فيها، بدنا نحفظ. وين تفضل. طيب
في مدرسين بدخلوا على الصف بيكونوا مرهقين وبيبينوا للطلبة انهم تعبانين، بيدخل بيقعد على الكرسي هيك هو تعبان، فالطلبة بيشعر انه المدرس تعبان فبصيروا يعملوا فوضى ويستغلوا الوضع. لا، لازم المدرس لما يدخل يدخل بثقة، ما يبينش للطالب انه هو مثلا تعبان او هو ما مرهق، لانه يعني طول النهار مثلا كان يشرح وهيك. انا عن تجربه مثلا نحكي عن تجربه. مين تحكي مره؟ خلاص خلاص. طيب ممكن اللي هو نحكي عن تجربتنا ايام واحنا طلاب مش كمعلمين، اللي هو المعلم التقليدي اللي كان بيستخدمش اي ماتيريالز في الدرس وبس بيجي بيلقن المعلومات، هذا يعني احنا كنا نحس الحصه قديش نحسب كل دقيقه يعني وانه امتى بده يخلص. بس على خلاف لما فتنا في الجامعه وصاروا كيف انه احنا نتعلم الكرييتيف ايدياز وانه الويز الغير اللي احنا متعودين عليها ولازم انه احنا نطبقها، فلما انا كمعلم ورحت طبقت هاي الافكار يعني انا عشت هاي التجربه يعني كيف التأثير على الطلاب لما نستخدم مثلا الجيمز في الدرس ونربطهم بين الحياة العملية وبين الدرس، يعني صار انه اكثر امتاع وبيصيروا اكثر يعني بتفاعلوا اكثر مع الدرس مش زي ما احنا كنا طلاب. هلا في عندنا دكاترة بيستخدموا وسائل التكنولوجيا لكن ما بنستمتع بالحصة، ليش؟ لانه ما بنكونش معطين اهتمام للطلاب او بقوموش مثلا في دكاترة بقوموش على الكرسي بالمرة، بضلهم قاعدين وخلص عند اللابتوب بغيروا وخلص، والطلاب بس بتفرجوا على الباوربوينت. انا لا قصدي انت والله اوكي لا استنوا كيف تست هو شوف اتفضلي خليها لا 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 اوكي يعني فيل فري فيل فري تحكي عن تجربه لانه بالفعل هي التجارب احنا اللي طالما مرتبطه في موضوعنا هي اللي بتفيدنا اكثر ما نحفظ عن غيب. اوكي جو اهيد. اي بيشتغل بس تست الو الو لا ماشي يدخل المعلم انه يعطي اهتمام لكل الطلاب لانه هيك بنتبههم للمعلم اذا هو يعني اعطاهم انتباه. فيعني زي ما اخذنا في طرق التدريس لازم المعلم يوقف في زاويه الكل يشوف فيها، يسمعوه كلهم، مش يقعد مثلا يتجول مثلا يتجول بين الطلاب يشوف المنتبه اللي مش منتبه اللي بيعمل تشاتنج اللي بيعملش جوا المحاضره. اذا هيك قصدي والله ما قصدي انت يعطي برا. معلش اسمع انا عن تجربتي بالجامعه بدي احكي انه في انه في معظم الدكاتره بوصلوا على المحاضره متاخرين 10 او ربع ساعه، فانا ليش اطلع من الدار بدري واجي وبالاخر الاقي الدكتور متاخر 10 دقائق او ربع ساعه من غير ذكر اسماء. لا لا فانا ليش اجي؟ طبعا انا بدي الطلبه اهتمام انهم ما يجيش بدري وحيستهتروا في المحاضره. طبعا انا مش معاك في هاي الشغله انه انا ليش اجي. لا انا بدي اجي، انا المفروض اجي حتى الغلط ما بمسكش في غلط. اوكي لا مش احنا انه هنا بتاخذي الانطباع، انت بالاساس بتاخذي، احنا ما بهمناش احنا على الانطباع، انا بهمني انت ايش بتتعلمي اليوم تتعلم. ايوه احنا بدري ونلاقي الدكتور هو متاخر 10 دقائق او ربع ساعه، انا ليش اجي بدري؟ بس اوكي بسرعة بسرعة. هلا عندنا دكتور باسل سكيك، اخذنا ماده معاه اسمها ALT. طول السنه كان يخلينا احنا نفسنا نعتبر حالنا المعلم، يعني كيف كان يخلينا نبدا نشرح، نبدا بجيمز، بعدين انشطه ونعمل جروب وورك وبير وورك، بعدين نروح نعمل جاليري وورك، نعرض بوسترات يعني اكستشينجينج للايدياز. فالامتحان حتى ما كانش عندنا شيء ندرس منه، كان الاشي كله بيعتمد عليك قديش انت بتشتغل على حالك بتتمرن طول الفصل. حتى يوم الامتحان كان الاشي حلو، يعني كله حسب your own experience انه خبرتك الشخصية، فهذا كان اشي عن جد عظيم من الجامعة كتير. مين بتحكي؟ لا شوي بقلنا يعني كطلاب كيف كنا قرب الجو بس وقتش بشتغل مثلا، وقتش المعلم بنحسه معلم، بس لما بتكون المعلمة مثلا بتديها موجه بتلاقيها بتيجي بدري على الحصة بتحضر بتقول خليكم متفاعلين، ومرات بتشرح لنا يعني درس شرحته عشان تلاقي مشاركة يعني. بس
بس انه بتحس المعلم يعني كل هذه النصائح بتصير بتطبق في حصه واحده اللي هي بس اللي بيجي فيها الموجه، لكن بقيه الحصص بتحسها بتخل بالنصائح هذه وبتكسرش يعني معلمه معاصره زي ما هي. في شيء جديد؟ تفضل. الانطباع الاول اللي قرب المايك. الانطباع الاول اللي بياخده التلميذ عن المعلم هو اللي راح يحدد اذا الطالب راح يحب الماده او لا. مثلا ممكن يفوت يحكي صباح الخير كيف معنوياتك وهيك هيك ممكن يفهموا انه تعامله هيكون معهم منيح. في معلمين بفوتوا ببلشوا بسرعه بالماده فبيعطي ملل او نفور من الماده نفسها. اسمع شيء جديد. كنظرة الطالب للمعلم بتكون نظرته له كقدوة، فبداية لازم المعلم زي ما بده الطالب يحترم التعليمات والقوانين الموجهة له، هو بده يحترم التعليمات والقوانين ويجي بدري على المحاضرة. هاي شغلة. شغلة تانية، ثقته بنفسه لازم تكون عالية، مش عالية زيادة على عن حد التكبر، لكن ثقته بنفسه لازم تكون. توضيح المعلومات للطلبة تكون طالعة من ثقة من الأستاذ، لأنه الطالب إذا وثق بمعلومات الدكتور أو الأستاذ اللي قدامه فهو حيأمن بأي شغلة بيحكيها وحيكون خلص مطمئن اطمئنان كبير انه يعني المعلومات هذه كلها صحيحة. ثالث شغلة الاهتمام، الدكتور او المعلم اللي واقف قدام الطلبة لازم يكون مهتم في الطلبة، يطلع عليهم كلهم. عشان ايش؟ عشان هم يزيد عندهم الدافعية والثقة. تمام. احنا قلنا في الاخر انه هو قائد، هو عم بده يكسب قلوب وعقول الطلاب. طالما انه انا بطلعش فيهم بهتمش فيهم معناته انا كيرلس مش سائل فيهم، لذلك لازم انا يكون في عندي زي ما نقول جذب، يعني اثير انتباههم واثير دافعيتهم لعملية التعلم، وهذا هو المطلوب. اها، يكون المعلم قبل الطالب عنده دافعية للتعليم والطالب عنده دافعية للتعلم وتلقي المعلومات. اها، يلا يعطيك العافية. في حدا بده يحكي بسرعة؟ احكي شغله بسيطه بس. يعني انا بدي اشكر حضرتك لانه اول مره طالب يكون هو نفسه اللي بوقف مكان المدرس، فبيكسب خبره وبيكسب خبره من المدرس لانه بخليه يقرب المايك انه هو ممكن يكون معلم، وبنفس الشغله بنفس الوقت ممكن يكسب خبرات من ذاته، بيكتشف عنده اشياء ما كانش متوقع انها تطلع منه. فشكرا لك يا دكتور. طبيعي بتكون هذه فرصتك. مين بدها تحكي؟ انت بدك تحكي، تفضلي بسرعه قرب المايك وعلى صوتك. في دكاترة مثلا بكونوا بيحكوا كتير عن مغامراتهم يعني الحياتية اللي قبل الجامعة، بطولية حياتية. بيحكوا عن حياتهم يعني ومغامراتهم اللي قبل الجامعة، يعني ممكن مش غلط بس احيانا بفوتوا نص المحاضرة وهم بيحكوا عن اشياء صايرة معهم قبل واشياء شخصية، وبتكون الانا تبعتهم عالية. انا عملت يعني احنا بدنا نصائح لهدول الناس. فاقد الشيء لا يعطيه. دكتور هلا كل النصائح في اعداد الدرس موجهة stand up please بالدرس، هاي النصائح كلها بتخطر في بال اي معلم، واي معلم مفروض منه يعرف هاي النصائح. بس انا بما انه انت دائما بتطلب منا انه نعمل اشي مختلف، انا بقترح انه طالبة هي نفسها، الطالبة مثلا بتشرح هي نفسها تقوم بالنصائح هاي من غير ما تحكيها، بعد ما تحكيها بالتأكيد. هذا يعني احنا بنحكيش النصائح عشان نلتزم فيها، نمارس هذه النصائح بدون ما نحكيها والطالب يستشف هاي النصائح لوحده ويلتزم فيها. هذا الكلام اللي احنا بنقوله دائما، هو سلوكك هو بدل ايش انت وايش بدك وايش المطلوب، هذا سلوك المعلم الناجح. واحنا بنتكلم بنقول النصائح لمين انعملت؟ لمين انعملت؟ مش للمعلم القائد، لا، انعملت للمعلم اللي تقليدي اللي بده يتعلم. هذا واحد. اوكي، خش على كم مخاطبة طلبة الصف. المعلم لما يكون يحكي مع الطلاب
لازم يقف في مكان يراه جميع الطلاب، ولازم لما هو بيحكي يتوقف بين كل شوية عشان الطلاب يقدروا يستوعبوا، يعني مش لازم يحكي ورا بعض ورا بعض، الطلاب ما يقدروش يفهموا أو يستوعبوا اللي هو بيحكيه. وكمان لازم يحكي معهم بلغة بسيطة، يعني هو مش جاي يعلمهم لغة عربية، هو جاي عشان يفهموا هما. في معلمين بيستخدموا كلمات معقدة وغير واضحة، الطلاب ما بيقدروش يفهموها. يعني برضو احنا قلنا المعلم القائد بيعرف كل حركاته وكل إشاراته وكلها، بيعرف وين يوقف وين بيتكلم، بيعرف، مش نقول بنعرفه بس، هو متمرس بيعرف. ليش؟ لما بيعرف الطلاب بيعرف وين يوقف عند جنب الطلاب اللي مثلا بشاغبه، الطلاب اللي مش مهتمين، اللي أيضا زي ما قلنا هو دايما بيطلع في الطلاب عشان يشعرهم بالاهتمام. تمام. تعرف على الطلبة، لما المعلم بتعرف على الطلبة مثلا من خلال المشاركة، لما الطالب يقف يشارك، إذا ما كانش المعلم بيعرف اسم ممكن يحكي له عرفني على اسمك وهيك، وبيحفظ أسميهم. وكمان المعلم بقيم علاقات جيدة مع الطلاب، ولكن بشروط، يعني ما تكونش هذه العلاقات كتير حميمة، لازم يكون في حدود بين المعلم والطالب. وزي ما حكينا قبل انه المعلم لازم اذا كان بيعرف طالب لازم ما يقعدش يحكي بامور شخصيه مع الطالب، لانه هو في درس حصه، يعني مش لازم يحكي عن علاقات، لازم يحكي عن الامور الشخصيه. ننتقل للضبط. الضبط احنا اتصور ضبط الصف اخذناه، مرينا على اوكي الانضباط. خلينا ننهي اوكي. اليوم بنكتفي بهذا القدر، على اساس نكمل ان شاء الله المحاضره الجايه بطالبتين، وان شاء الله بنشوف شيء جديد يقيم فيه، وايضا ما نتركش المجال بس للطالبتين، الكل بده يشارك ويحضر، وبدي كمان تجربتكم في كل شيء. اوكي يلا، يعطيكم العافيه.